نيجي بقى لسورة الإسراء وتناولك لوعد أولاهما ووعد الآخرة ومحاولتك الفاشلة اللي السورة نفسها مش هترد عليك. أنا قلت أهو السورة يعني هتخرق لك عينيك الاتنين. أنت في أمر وعد أولاهما لأول مرة يا إسلام يا بحيري تتمسك بكتب التراث وتتمسك بتفسيرات المفسرون الأوائل. ليه؟ لأن تفسيرات المفسرون الأوائل القاصرة على معطيات زمنهم السياسي والدبلوماسي والعسكري والاقتصادي بتنفع وتخدم مشروعك. مشروع ان هو مفيش وعد، ان الوعد تم والوعد حصل والوعد خلص. معطيات زمانهم ما كانش فيها وعد بلفور. المفسرون الاوائل يا اسلام يا بحيري لما جم يتناولوا سوره الاسراء، واولا برضو مش كل المفسرين الاوائل قالوا الراي اللي انت قلته ده، عشان بس ايه هنتناول دلوقتي الكلام. لكن عموما يعني المفسرون الاوائل لما تناولوا سوره الاسراء ما كانش فيه وعد بلفور، ما كانش فيه حرب عالمية أولى، ما كانش فيه حرب عالمية تانية، ما كانش فيه سيادة عالمية لإنجلترا لمدة 1000 سنة، ما كانش فيه قوة عظمى اسمها أمريكا، ما كانش فيه كيان مؤسس اسمه دولة الكيان. كل العوامل دي ما كانتش موجودة، ولا المعطيات دي كانت موجودة وقت ما المفسرين الأوائل تناولوا آيات سورة الإسراء. ده مش أمر في المعاملات ولا امر في العبادات، فنقدر بقى هنا نقول ايه والله معطيات زمانهم هي نفس معطيات زماننا، لان دي عباده ودي معامله فما فيش حاجه بتتغير. لكن هنا بقى الامر سياسي، الامر سياسي. فطالما الامر سياسي علينا ان احنا ننظر لمعطيات الزمن بتاعهم ايه اللي هم تناولوا فيه الايات، ومعطيات زماننا احنا ايه اللي احنا عايشين فيه. طبعا التناول القديم يدور بعضه، وده اللي انت بتتمسك بيه، بعض التناول القديم ده بيدور حول فكرة ان وعد أولاهما حقق ونفذ على ايد نبوخذ نصر وجيش بابل او جيش العراق اللي اقتحم القدس واسر بني اسرائيل وما شابه. اولا عبادا لنا لفظ لا ينطبق الا على المؤمنين. كلمة عباد، لفظ عباد في القرآن لا ينطبق إلا على المؤمنين. فهل كان نبوخذ نصر وجيش بابل وقتها، حضارة بابل وقتها، حضارة مؤمنة ولا حضارة كافرة؟ أدي واحد، أكيد الحضارة ما كانتش مؤمنة وقتها. نبوخذ نصر والبابليين ما كانوش مؤمنين، دي حاجة. الحاجة التانية أن تشريد بني إسرائيل في الأرض ودخولهم في مرحلة التيه الثاني، أو يعني قولوها لأن أنتوا قولوها بقى، أن كان بعد انقسام مملكة إسرائيل لمملكتين، مملكة شمال ومملكة جنوب. المملكة الشمال اللي هدمت على يد الأشوريين اللي هم السوريين. طب الاشوريين دول مش ما مش من عباد الله؟ لا لا كده يعني الايه تنطبق على نبوخذ نصر بس، ما تنطبقش على الاشوريين كمان. الايه بتتكلم على ان بني اسرائيل يكونوا كلهم متجمعين في مكان واحد تحت قياده واحده تحت ملك واحد تحت حكم واحد، مش مقسومين اتنين، مش مقسومين مملكتين وتشريد مملكة عن مملكة يفرق 300 سنة وبكده الأوعد الأولى هما حصل، وعلى إيد ناس ما لهمش عقيدة، ما لهمش دين، ما لهمش إيمان بالله. دي حاجة. الحاجة التانية بقى اللي بترد عليكم من واقع الآية هو دخول المسجد، دخول المسجد بأعماره ولا بخرابه؟ يعني العباد لله دول لما يدخلوا المسجد ويمكنوا من المسجد، يخشوا المسجد يعمروه ولا يخربوه؟ أكيد عشان يعمروه. هل نبوخذ نصر لما دخل المسجد، لما دخل المعبد، لما دخل الهيكل
عمروا ولا خربوا؟ وخرب المدينه كلها وردمها بالتراب وردمها بالرمل. اخرسوا اخرسوا خلاص. دي اول حاجه كده ايه تضرب وعد الاولى بتاعكم اللي انتوا ايه بتقولوا تتحقق، بعيدا بقى عن الايمان والكفر بتاع نبوخذ نصر، عشان بس نجيب من الاخر، عشان انا عارف ان في ناس بتقول لا اصل نبوخذ نصر تنطبق الحاجات، لا 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 فكك من كل الكلام ده. اللي هيخش المسجد يعمره ولا يخربه؟ ردوا على نفسكم. اما بقى بعض المفسرين الاخرين اللي من عندهم انطلق مولانا الشيخ الشعراوي في طرح خواطره وتفسيراته ووجهة نظره وما شابه. الوعد الاول تحقق في موقعة الاحزاب وتم، نركز مع بعض، وتم في عهد عمر. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. الكتاب طبعا في البعض هيقول الكتاب هو التوراة، او الغالبية بتقول الكتاب هو التوراة. انا في رأيي الكتاب هو القرآن. ربنا قضى عليهم انهم هيفسدوا في الارض مرتين، في حضانة القرآن، في عهد القرآن، بعد شريعة القرآن، اثناء وجود القرآن. لان بني اسرائيل في مدار تاريخهم افسدوا فوق ال 100 مره، هي مرتين بس افسدوا في الارض. هي بني اسرائيل افسدوا مرة، ده كفايه العجل. هو ده بس اللي افسد في الارض مرتين؟ لا، مرتين في حضانه القران، في وجود شريعه القران، في وجود شريعه محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولتعلون علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هل جاب سيرة المسجد؟ هل في الوعد الاول هنا الله سبحانه وتعالى جاب سيرة المسجد؟ مفيش كلام عن المسجد خالص في الوعد الاول. وبالتالي كلام بقى عن نبوخذ نصر كمان يندرج تاني اهو، بيندرج تاني. فاذا جاء وعد اولاهما، ايه اولاهما؟ اول افسادة. ايه هي اول افسادة؟ غدرهم برسول الله. هو في افساد اكتر من ان هم يغدروا بحضرة سيدنا رسول الله وينقضوا عهدهم مع حضرته في المدينة؟ هل هناك افساد في الارض اكتر من كده؟ فكان النتيجة بتاعتها ايه بقى؟ بعثنا عليكم عبادا لنا. مين هم العبادا لنا؟ سيدنا رسول الله وصحابة سيدنا رسول الله، في مقدمتهم سيدنا الامام علي. أولي بأس شديد، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد مفعول. يلا بقى ايه يعني، راجعوا التاريخ في بني في خيبر وخلاص. ده وعد اولاهما، خيبر هي وعد اولاهما. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم دي هنا للاستغراق، ثم بتدينا ان في ايه امد زمني، يعني من بعد الافساد الاول ومن بعد ان العباد لله اصحاب البأس الشديد جاسوا خلال الديار، في فترة زمنية هتعدي ويجي لدول علو ترد ليهم الكرة. ترد ليهم الكرة بمعنى ايه؟ معنى ان ترد ليهم الكرة. إذن الشرط الذي كان متوافر مع المسلمين في الوعد الأول انتفى، وهو أنهم لم يصبحوا عبادا لله، أن المسلمين لم يصبحوا على قلب رجل واحد، أن المسلمين أصبحوا ليسوا متوحدين وليسوا معتصمين بحبل الله جميعا. انتفت عنهم شرطية عبادا لله، فردت الكرة لمين؟ لبني إسرائيل. وأمددناكم بأموال وبنين. البنين من جنس الأشكناز، يهود الخزر، أحد أجناس يأجوج ومأجوج الذين كانوا خلف السد. وأمددناكم بأموال وبنين، هؤلاء هم البنين. نرجع للنص بتاع جفر سيدنا الإمام علي اللي ناقشناه مرات ومرات. ويل للعرب من رجال بحر الخزر، ما قالش من رجال بني إسرائيل، ما قالش من رجال اليهود،
قال من رجال بحر الخزر لن ينسبهم لنسب عقائدي او نسب طائفي، بل نسبهم عرقيا. اما المال فطبعا كلنا عارفين اساليب اليهود في كسب المال وفي التحايل به وفي ادارته وفي كده وفي الاستيلاء عليه والنصب العلني بتاعهم، يعني كلنا عارفين ده. وجعلناكم اكثر نفيرا، النفير هو الاداه التي تقوم بها باستجداء همه الاخر ووقوفه معك ومساندتك. من الاخر الاعلام، النفير هو الاعلام بلغه العصر الحديث، فهم يملكوا الاعلام، الاعلام العالمي في ايدهم. لولا صخب البوق ويبغضهم الروم، لولا صخب البوق الاعلام. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. يعني يعني لما هتيجي الكره ليكم هتبقى في ايدكم الفرصه. والله احسنتم في التعامل مع الاخر يا يهود يا بني اسرائيل يا اكثر نفيرا يا من امددتم بالمال والاولاد، فالاحسان ده هيرجع عليكم انتم، ان الاخرين هيعاملوكم بالمثل، ان الاخرين هيعاملوكم ايضا باحسان. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، مش بتحسنوا للاخر. لو انتوا كده متصورين ان انتوا لما هتعاملوا الاخر كويس ان انتوا بتجبوا عليه او ان انتوا بتتفضلوا عليه في التعامل، لا يا حبايبي، ده الاحسان هنا لانفسكم، لان ده هيرتد عليكم في معاملة الاخر ليكم. فهل هؤلاء في دولة الكيان منذ وعد بلفور من 1917، منذ ان وطأت ارجلهم ايدي ارض فلسطين، احسنوا في اي شيء؟ لا، لم يحسنوا. وان اساتم فلها، حتى لما هتسيئوا برضو ده هيرتد عليكم. فانتوا زعلانين ليه ان يكون رد الاساءة بالاساءة؟ زعلانين ليه من كده؟ فاذا جاء وعد الاخرة، فاذا جاء، الفاء للسرعة، الاول كانت ثم، الاول ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة، في فترة علو للاسلام فترد لهم الكرة، فتبقى عامل الفرصة في ايديهم يحسنوا او يسيئوا. فلما هيسيئوا، فاذا جاء وعد الاخرة، فيجي وعد الاخرة، فاء السرعة. واذا مش معنى اذا، معنى لو، عندما تتوافر شروط وعد الاخرة، عندما تتوافر شروط وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. مين بقى اللي هيسوءوا وجوهكم؟ عبادا لله، زي ما كانت المرة الأولانية عبادا لله، المرة الثانية تكون عبادا لله بدون بقى داعي لتكرار التوصيف. ليه؟ لأن خلاص التوصيف أو شروط النصر بقت واضحة، هتبقوا عبادا لله هتنتصروا، مش هتبقوا عبادا لله هتروحوا في داهية. وبالتالي وعد الآخرة عندما يتم، هيتم على إيد أناس لهم نفس مواصفات العباد الوعد الأولى، وبالتالي هيبقى في قيادة تنتمي لسيدنا رسول الله، في رجال لهم نفس مواصفات رجال الصحابة أولي بأس شديد ليسوءوا وجوهكم. في المرة الأولى ما جابش سيرة المسجد وما جابش سيرة إساءة الوجوه، لأن الأمر ما كانش له علاقة بالمسجد، الأمر كان له علاقة بإفسادهم الأول، إفسادهم الأول في المدينة. وما جابش إساءة للوجه. ليه إساءة للوجه؟ لأن إساءة الوجه تعني اتكبسوا، يعني مش بس الحزن، مش بس إهانة، مش بس كده، لا، في حالة اتكبس، دمهم اتحبس، في حالة وجوم، في صدمة، في رجفة، في زلزال، في شيء كبير بيحصل. إساء ليسوءوا وجوهكم، يعني ايه بقى؟ وده ناتج عن ايه؟ ناتج على ان الحلم بتاعهم بيتدمر،
المره الاولانيه ما كانش فيه حلم، المره الاولانيه كان فيه تآمر على سيدنا رسول الله وعلى المؤمنين، لكن المره دي في بقى ايه؟ تآمر قايم على الحلم بتاعهم الدجالي الشيطاني. فبالتالي ضياع الحلم وضياع الامل بتاع فكره الملك وما ملك هيسوء وجوههم بكل معانيها بقى. ودخلوا المسجد، هنا بقى جاب سيره المسجد، كما دخلوه اول مره. دخلوه اول مره امتى؟ في الامتداد مع ايه؟ مع عمر بن الخطاب، في الامتداد بمنهج النبوه، بمنهج النبوه. دخلنا المسجد اول مره بنفس منهج العباد لله اللي ايه؟ اللي أجلوكم عن المدينة، ما كانش فيه تغيير، نفس المنهج، نفس الثبات، نفس البأس الشديد، كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. الحلم بقى انهيار، تدمير الحلم تماما، وهدم رمزية هذا الحلم في هيكلهم المزعوم. هم هيعلوا الهيكل، هم ايه اللي هيعلوه بقى؟ ما انت امبارح عديت على الايه كده ولا اكن في حاجه، ولا اكن في الكلام ده، عشان ناكد اننا الان في وعد الاخره، ونعطي الدليل القطعي والنهائي اللي هيخرس بحيري واللي زي بحيري. في نفس سوره الاسراء الله سبحانه وتعالى في الايه 104 بيوضح لنا التوقيت الزمني لوعد الاخره. ازاي بيوضحه؟ بيدينا توصيف لحال اليهود في وعد الاخره، هيبقوا وضعهم ايه وهيحصل معهم ايه، ولما يحصل كده يبقى ده وعد الاخره. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقلنا من بعده، أي من بعد موسى عليه السلام، من بعد أن انقضى عهد موسى عليه السلام، وقلنا لبني إسرائيل اسكنوا الأرض بالمطلق، كل الأرض، يعني ايه؟ التيه والشتات، يسكن بقى مصر، يسكن الهند، يسكن الصين، يسكن امريكا، او المكان اللي يسكن فيه. فاذا جاء وعد الاخرة، لما يجي معاد بقى نهايتكم يا حبايبي، جئنا بكم لفيفة، فجمعتكم من كل حتة في الدنيا وحطيتكم في البقرة دي عشان يبقى نهايتكم فيها. فقولونا كده، يا ترى من وعد بلفور واحنا نازلين جئنا بكم لفيفة دي موجودة قدام عينيكم ولا مش موجودة قدام عينيكم؟ فهمونا بس عشان نعرف كده القرآن بيقول لنا ايه. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يعني من الآخر، هذا هو الحق، وهذا هو البلاغ الحق المبين من الله رب العالمين إلى عباده المؤمنين والصالحين الذين سيقومون بتحقيق وعد الآخرة.